نخدموا لكم فيديو جديد، غادي نوريكم داك الشيء للمشتريات اللي شريناهم من المعارض ديال 5 درهم وبي اي ماما غادي تكمل لكم. انا بالنسبه ليا شريت هذه القرعه، خويا شرا بحالي وانا علمتها مع نسميتي مهدي، علمتها باش الله ما باش الله ما يتلفوش لينا. وهادي بالنسبه اللي بغى يشري القهوه في معرض 5 درهم، كتحطها في كتخبيها اللي بغى دير فيها فرمدان عصير ولا ما شي حاجه كديها معاك. السلام عليكم، مرحبا بكم، كي دايرين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بالف خير. اليوم غادي نقدم لكم مشتريات اللي شريت ب 5 دراهم، صراحه زويونين. خديت هاد القريعات هادو عجبوني، في هذيك الغطايه ديالهم دايرين بحال لي ماكارو هكا، الديكور ديالهم زوين. خديت هاد اللوين شويبي وهذا غوز وهذا اورانج، خديت ثلاثة بارك عليك، عندي قوة القراعي ما بغيتش نكثر عليا. خديت هاد لاسباتيل هادي، خديت هادي ديال البطاطا، هادي زويونة كتعجبني حتى ملي كندير هاد كلابيغي زويونة. هادي خديت هاد الأقلام، هاهما 5 دراهم، مازال خدو منهم، كل ساعة كنبقاو بغينا الأقلام ديالنا. الأقلام ها هما كيجيو كي هاد المهدي، هاد الأقلام مزيانين. خديت هادي زويونة فيها الريحة، غادي نحطها ديكور. خدينا هاد الفترات هادو ديالي باش الله نقد باش الله، راه مازال خديت جوج، درتي بالأخرى مزيانين. ايه جربتهم في الاولى، شوفي هاهم. لا حيت خدينا جوج باكيات، باكيه ديال الرضا الاخرى. وهادو عزكم الله، هادو ديال الزبل، زوينين هادو. هادشي الحاجه اللي غنحتاجها من قوه، راه تبارك الله راكم عارفين كل خير وفي دار. راه هذا الكافور كنديرو مع الخزامه، كنديرو تحت الطبالي وداكشي كيحيد البروده. وهاد المقص ما عرفتوش انا كي داير، يلا غادي نجربو، ما عرفتوش كي داير، نجربو نقول لكم واش مزيان ولا لا. وهذا بوندو البنيه حتى هو ب 5 دراهم، وهادو ديال المانيكور والبيديكور، هادي ها هي ديال الظفار، وهادي باش توصلي تفيراتك. هذا مقص، هذا مقص، مقص الظفران، هذا قيس صغير، هذا المبرد، وهذا النتاف، ها هي حتى هي ب 5 دراهم، لا غلا على مسكين. وهادي سبيغاتور، هادي ديال الارض، كل واحد اش كيقول ليها، ها هي ديال الزرابي باش طبيع مهدي. وهادو ديال الكاب كيك، زويونين صغيورين، زويونين. خديت هاد اللوين هذا حتى هو، وهذا لوينات زويونين. وهاد القريعه هي خدات ايا دارت فيها لاباي، ها هي. وهادي هي الصلاديغ اللي خديت من بي، ها هي، ها هي، خديتها 119 درهم، زوينه عجباتني. واحد ياخذ الحاجه اللي زعما تفيدو، الا شي كثر عليه الواحد قوت فراش. وانا كيتزاد وهادي، هادو دياولها السليفات دياولها، هادو هما اللي درت فيهم سالاد فخوي، زويونين، درو فيهم كلاص سالاد فخوي، هما زوينين. الدجاج ديالهم غليظ زويني، فيهم 6. وهادي ديالهم تليق تدي سير اي حاجه تليق ليها، هادي بعدا مهمه، ما كاينش الواحد الحاجه اللي عنده في الدار يعاود ياخذها يكثر عليه. وخديت هادي ديال الحمام، كاين هاد اللون هذا، هذا كحل وكاين ترونسبارون، وانا خديت هادو زويون عجبوني، تنصاوبهم ان شاء الله في الحمام ونوريهم ليكم. ها هما البنات، خديت هاد الماركه هادي، هادو تما خديتهم من بيم، يعني من نهار زات وانا كنديرهم ليها، ما كيطيبوها ما والو. خديت 50 واحد ف
فيهم 50 وحدة بستة وخمسين درهم، وكل واحد كياخد الماركة اللي مزيانة اللي كيعرفها كتجي مع بحال دابا أنا هاد الماركة هادي إلا جات مع البنت ديالي يقدر شي وحدة ما تجيش معاها، يعني خاص الواحد يجرب ويشوف. هادشي اللي كاين، خديت الحاجة اللي غتنفعني في الدار، قوت القراقش ما كيلاش، يعني ديما الواحد يبقى يشري الحاجة اللي مهمة، ما يعاودش يشري الحاجة اللي يرغى يزيدها في الدار وصافي. إوا هادشي اللي كاين البنات، ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك في القناة ودعمونا البنات. وبالنسبة لهادي هادي ديال هاد لونسومبل ديال الحمام خديتو 129 درهم. وبالنسبه لهاد لونسومبل ديال الحمام فيه هادي نحلوه دابا اللي كله نعمل على حالتنا نحلوه كله هوشو كلشي كيحل المهم هادي هانتوما كيف كتشوفو فيها سبعة ديال البياسات، هادي ديال الصابونه ما كلشي كيعرفها كلشي كيعرف هادشي، هادي كتكون تحت المرايه تحطوا فيها داك الشيء ديالكم ديال الحمام طويله، هادي ديال الفوطه حتى هادي زويونه هنايا، هادي ديالهم ديك العلاقه باش تتعلق الاكسسوار ديالها، وهادي ديال بابي جينيك وهادي هادي معاها هادي هادي ديال لي بروسادون ها هي حتى هي كتعلق مع هاد اللعيبات ديال هاد ديالها هما، يعني كلشي ديالها معاها ها هما كلشي مع هاد الفيسات ديالها هما. ايوا هادشي اللي كاين فيها سبعة ديال البياسات، تركبوها ان شاء الله ونصورها ليكم. وهادشي اللي كاين، ايوا السلام عليكم، ونتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم، وخا بشي حاجه ان شاء الله غادي ندير معكم تاني ان شاء الله مشتريات اخرين باذن الله. ايوا ان شاء الله اللي شريت شي حاجه غادي ان شاء الله نبقى نبارطاجيها معكم نشاركها معكم. ايوا هادشي اللي كاين، والسلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله يدخل عليكم هذا الشهر الكريم بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتوا ان شاء الله ليكم ولوليداتكم ولعائلتكم. والسلام عليكم ومرحبا بكم، وما تنساوش الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله.